السلام عليكم. دلوقتي اشوف ازاي نضيف الليفل في برنامج سويت هوم 3D. كل اللي هعمله ان انا هاجي في بلان واقول له اد ليفل، يبدا يضيف لي هنا. فتقدر مثلا تيجي مثلا هنا في ليفل 1 وهضيف حوائط مثلا بالشكل دوت، وبعد كده هروح هنا لليفل 1 بيبدا يخلي لي ليفل الجراوند خفيف شويه. هاجي هنا اقول له كريت وول وابدا ارسم. ممكن ما يبقاش بنفس المقاسات، ممكن تكبر او تصغر اهوت. طيب بعد كده ممكن تقول له انا عايز اضيف ليفل كمان، فتبدا تضيف ليفل كمان اهوت. تقدر تيجي هنا بالشكل دوت. طيب ممكن تكون انت عايز تظهر ليفل وتخفي ليفل تاني، فهتيجي هنا من بلان وهتقول له انا عايز تخفي الميك ليفل ذا اونلي فيوبل 1 اهو، فاخفي لي كله ما عدا اللي انا شغال عليه. طب لو انا عايز اعكس الموضوع دوت هتقول له ميك اول ليفل فيوبل، فتقدر تشوفهم كلهم. ممكن برضو تيجي هنا بالمره وتقول له موديفاي 3 دي فيو، فتقول له مثلا عايز الجراوند بتاعتي يا اما تغير اللون الاخضر مثلا، او بدل ما اغير اللون تخلي فيه تكتشر بالشكل دوت كان في زرع في الموضوع، واللايتنج تقدر تعدل فيها، والوول شفافيه بتاعه الوول تمام تقدر تقللها او تنقصها. ممكن برضو تيجي على الوول هنا وتقول له ان انت عايز تغير الخصائص بتاعتها، فتقدر تعمل موديفاي وول، فتلاقي كل الخصائص خاصه بالوول بحيث تغير السمكه بتاعتها زي ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا عايز اغير اللون مثلا بتاعتها اهيت، وتخليها تكتشر مثلا بالرايت سايد تغيرها برضو لو انت حابب بالشكل دوت. ده الستارت بوينت، ده الارتفاع بتاع الحيطة تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. السيكنس ممكن تعدل فيه زي ما انت عايز برضو، فتلاقي السيكنس اتغير والالوان بتاعتها اتغيرت. الليفلات برضه تقدر تضيف زي ما انت عايز. تقدر تيجي هنا في الليفل وتقول له اد ليفل او اد ليفل في سيم الفيشن، او ممكن ميك سيلكت ليفل. ممكن حتى تعمل شغل على ليفل وتنقله لليفل تاني، يعني مثلا احنا في ليفل 2 ممكن تعمل سيلكت مثلا على الشغل دوت وتقول له مثلا عايز ده كوبي، وتيجي مثلا في ليفل 3 او ليفل 4 وتقول له انا عايز اعمل بيست بالشكل دوت، فيبدا يضيف لك الليفل هنا زي ما انت عايز.